المشكلة الكبيرة اللي موجودة اليوم في النادي الإفريقي ما فماش تأثير ما بين الملاعبين. ثم نقطة استفهام، وينو مهدي الوذرفي؟ نستغرب ملاعبي يلعبوه أسبوع يلعب به، بعد يرقدوه ثلاثة أسابيع، بعد يرجعوه يحب يعملك نفس المردود، وينو؟ أدمتون ثم مشاكل، ميسالش نقعدوا معاه ونأطروه اللاعب هذا. وينو غازي العيادي من المردود نتاع غازي العيادي من أحسن الملاعبية السنة الفارطة، وانا حكيت معاه برشا مرات. ملاعب هذا عنده إمكانيات إكسبسيونيل، أما لكن احنا لي جوار اللي عندهم إمكانيات إكسبسيونيل ردوهم موان كو ريان.